السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتي. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لي فيديو ديالي، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الوغ كما كتعرفوا الاطار المرجعي بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا خرج البارح، واليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو الدروس اللي راهم داخلين عندكم في الوطني، يعني الاطار المرجعي، وكذلك غادي نهضروا شويه على الطريقه ديال العمل، حيت بما انه حيلوا لكم مجموعه من الوحدات يعني التنقيط غادي يتبدل، وحتى الطريقه ديال العمل علاش غادي تركزوا غادي تبدل. دونك غادي نبداو بالشعبه الاولى اللي هي اس في تي خيار عربيه، خلاو لكم جوج ديال الوحدات، يعني حيدوا لكم المناعه وحيدوا لكم لا جيولوجيا. الوغ بالنسبه للوحدات اللي خلاو لكم هما جوج، كاين الوحده ديال استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه، والوحده الزوجه هي الوراثه، الوراثه كامله دو ا جوسكا زد، يعني غتخدموا مزيان الوراثه حيت هي اللي كتشكل واحد الجزء كبير بزاف من الامتحان الوطني. الوغ بالنسبه للوحده الاولى استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه فيها جوج ديال الدروس، كاين الدرس ديال الاي تي بي وكاين الدرس ديال العضله، والنقط ديال هاد الوحدات يعني النسبه ديال التنقيط بالنسبه للامتحان الوطني هي 5 حتى 6 ديال النقط، غادي تكون سواء سو فورم دو كيو سي ام ولا ديال التعاريف، مهم 5 حتى 6 ديال النقط، يعني الواحد يركز مزيان على هاد الوحده. ابغي تمشيو للوراثه، والوراثه عليها 14 حتى 15 نقطه، يعني الواحد اللي بغى يضرب واحد النقطه صحيحه في العلوم يركز على الوراثه، يفهمها مزيان بالديتاي درس من بعد درس، حيت كاين واحد التسلسل بالنسبه للدروس، الا فهمت مزيان الدرس الاول غادي نفهم البقيه ديال الدروس اللي جايين من بعد. الو بالنسبه للوراثه عندكم مجموعه من الدروس اللي هي كالتالي، عندكم الخبر الوراثي، الهندسه الوراثيه، انتقال الخبر الوراثي عبر التوارث الجنسي، القوانين الاحصائيه، الوراثه البشريه، ووراثه السكينه. كما كتشوفوا البروغرام ديال الوراثه كبير بزاف، وهذا العام اللي غادي ينقصوا لكم المناعه وينقصوا لكم الجيولوجيا، هذا الشيء ما كيعنيش بان الامتحان الوطني غادي يكون سهل، بالعكس يعني غادي يمشيو للديتاي ديال الديتاي، ويكونوا عارفين بانه في اي حاجه ممكن تحط كسؤال سواء في الكي سي ام او في الاسئله ديال التحليل. الو هذا الشيء فيما يتعلق بالنسبه للاس في تي خيار عربيه. بالنسبه للاس في تي بيو فهو نفس الدروس، يعني خلاو لكم جوج ديال لي يونيتي، اليونيتي الاولى هي لا كونسوماسيون لا ماتير اورغانيك اي فلويد انرجي، بالنسبه لليونيتي الزوجه هي لا جينيتيك كامله. الوغ بالنسبه لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلويد انرجي سي لا ميم شوز، عندكم لا تي بي وعندكم لو ميسكل ستريس كوليتيك، العضله الهيكليه المخططه. اما بالنسبه لا جينيتيك فنفس الدروس اللي كاينين عند الاس بي تي خيار عربيه. الوغ هادشي اللي قلنا فيما يتعلق بالاطار المرجعي ماده علوم الحياه والارض شعبه الاس بي تي، دابا غادي ننتقلوا للشعبه الثانيه اللي هي بي سي العلوم الفيزيائيه، سواء اس بي تي بي سي عربي ولا بي سي فرونسي، عندكم ثلاثه ديال الوحدات. الوحده الاولى هي وحده مشتركه ما بين الاس بي تي والبي سي، واللي هي لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلويد انرجي، استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه، واللي فيها جوج ديال الدروس الاي تي بي والعضله. الوحده الثانيه هي الوراثه، وهاد الوراثه فيها دروس تاليه، عندكم الخبر الوراثي، الهندسه الوراثيه ما داخلاش، كاين انتقال الخبر الوراثي عبر التوارث الجنسي، وعندكم القوانين الاحصائيه لمندل، ما عندكم لا وراثه بشريه لا وراثه الساكنه. والوحده الثالثه هي التلوث. دونك هادو هما الدروس اللي كاينين بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم العلوم الفيزيائيه. الوغ كما كتعرفوا كاملين الامتحان الوطني غادي يكون ان شاء الله نهار 8 في شهر 6، يعني بقى لكم بالتقريب شهر. المهم النصيحه اللي نقول لكم ما تضيعوش الوقت، حاولوا انكم ديروا واحد البروغرام وتمشوا عليه، عندكم 5 ديال المواد، 3 ديال المواد العلميه، المات الفيزيك الشيمي والاس في تي، وجوج ديال المواد الادبيه اللي هما الفلسفه واللغه الاجنبيه الثانيه. كل واحد يتخف راسو مادام انه عندكم الشهر، يعني عندكم الوقت، وحاولوا انكم تقراو وتخدموا تمارين مزيان وتركزوا على الامتحانات الوطنيه ديال السنوات الفارطه، وفي نفس الوقت ركزوا على الدروس ديالكم مزيان، حيت هذا العام اللي نقصوا لكم الدروس هذا ما كيعنيش بانه غتكون نفس المنهجيه، ممكن ان المنهجيه تتبدل، التمارين يتبدلوا، يعني النوعيه ديال التمارين يتبدلوا بحال العام اللي فات، باش ما تقولوش عاوتاني راه الامتحان الوطني تحط صعيب هذا العام بالرغم من انني ما قلناش الدروس ديالنا، يعني الواحد يوجد راسو قبل للاصعب. فوالا هادشي اللي كاين، كنتمنى لكم حظ موفق سعيد، و المهم اللي ما فهمش شي كور ولا شي حاجه يحط ليا في لي كومونتير، وكنتمنى لكم حظ موفق سعيد الى الفيديو المقبل ان شاء الله.